بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الوزير المحترم دكتور مليزري، السيد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، السيد رئيس المنتدب لجمعية طن أسمير، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لمضيق فنيدق، السيد عميد كلية أصول الدين، السيد نائب رئيس الجامعة الملك السعدي، أصحاب السعادة والفضيلة كل بصفته، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولاً أريد أن أشكر من أعماق جمعية الطاول التسمير التي أكن لها كل الحب والاحترام على هذه الالتفاتة الطيبة لتكريم هذا الشخص المتواضع الذي هو ابن هذه المدينة وهذه المنطقة وسيظل كذلك إلى ما شاء الله. إنها لحظات مؤثرة ستظل عالقة في ذهني لما لها من دلالات عميقة، لعل من أهمها وأبرزها أنها تثقل كاهلي بعظيم الإحساس والوعي بمدى الأهمية الملقاة على عاتقك من أجل الاستمرار في مواصلة تنمية هذه المنطقة عبر تطوير جامعة الملك السعدي بعموم مؤسساتها المنتشرة في مدن الجهة، وفي مقدمتها طبعاً مدينة تطاون التي كانت حمامة بيضاء وكذلك يجب أن تظل، وهو الأمر الذي يشهد الله أننا نضع نصب أعيننا كلما أتاحت لنا الفرصة للدفاع عن مصالح هذه المدينة المجاهدة والضاربة بظهورها في أعماق التاريخ، وهذه الجهة بكل مدنها ومناطقها. أيها السيدات والسادة، سعدت كثيرا بهذه الشهادات التي ألقيت في حقي من طرف الأساتذة الأجلاء الأستاذ الدكتور والأستاذ الدكتور الأديب والناقد نجيب العوفي، واسمحوا لي أن أؤكد لكم أن ما قيل في حقي هو شيء كبير جسيم من حيث القيمة والأهمية، وما أظن أنني أستحقه لسبب بسيط، وهو أني أدرك جيدا أن تحمل المسؤولية أو المسؤوليات بما فيهم رئاسة جامعة عبد الملك السعدي شكل دوما بالنسبة لي المدخل الأساسي للمساهمة في رد الاعتبار من الزاوية الجامعية للموروث الحضاري والثقافي والعلمي لتطوان العامرة كما لبقية مدن الجهة التي تنتمي إليها. هذه المنطقة، منطقة الشمال والمنطقة الخليفية التي احتضنت كل وادي الحركة الوطنية في مختلف توجهاتهم وتلاوينهم، ومن ضمنهم أسرة آل أبزيان ووالدي الذي مات وهو يوصينا على منطقة الشمال وتطوان أن نرد الجميل لها ولأهلها، بل أكثر من ذلك، وحتى حين نودي عليه للوصول بين يدي المغفور له الملك الحسن الثاني رحمه الله عقب أحداث سنة 1984 الأليمة، كان يحس بنوع من الحماس الذي كان يعتبره عربون محبة وإخلاص منه